أهلا بيكم في مجلة الحياة. لقبت بملكة الأداء السهل الممتنع لأنها بتنطق كلامها بكل حب وثقة وهدوء، وبمجرد سماع صوتها بينغمس الجمهور في كل تفاصيل الشخصية، فيكفي حضورها الصادق على الشاشة. هي الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول. ولكن على الرغم من أن شهرتها تأخرت، لكنها لم تفقد يوم إيمانها الكبير بموهبتها ولا اهتزت ثقتها بنفسها. ومؤخرا تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول للانتقادات بعد انتشار صورة ليها وهي ترتدي مايو، لكنها صرحت من خلال تسجيل صوتي في برنامج اي تي بالعربي وقالت انها بتعشق البحر، وفوجئت بانتشار شائعة ارتدائها للبيكيني، لكنها لم ترتدي البيكيني فهي لابسة مايو طويل. وما ظهرتش في الصورة هو الطبيعي نزول البحر بالمايو، لكن اللي مش طبيعي هو نزول البحر بملابس غير ملائمة. وطلبت من الناس ان كل واحد يبص في ورقته ومحدش ليه دعوة بالتاني. وايضا تعرضت لموقف اخر تسبب في الهجوم عليها بعد بوست نشرته على فيسبوك بتحكي فيه انها كانت راجعة تعبانة من السفر ولسه بتنام، لقيت رقم بيتصل بيها كتير جدا فخافت تكون حالة وفاة او بيطلبوها للتصوير، فردت على التليفون لكنها اتفاجئت بان صحفية بتطلب منها لقاء، فقالت لها يا دمك يا شيخة، وقفلت التليفون في وشها فتعرضت لهجوم شديد. وحكت موقف طريف مرت بيه، فهي متزوجة وعندها ولد وبنت وهم حسن وحبيبة وكمان جدة لخمسة أحفاد، وقالت إن ابنها رفض ترشيحها لجائزة الأم المثالية ولكنه قرر منحها لقب الأم المسلية، تعبيرا عن امتنانه لدورها الكبير في إشاعة البهجة والسرور داخل المنزل وحل كل الأزمات بطريقة مرحة ومسلية. والجدير بالذكر ان الفنانه عارفه عبد الرسول اتولدت بالاسكندريه في حي الحضره يوم 19 فبراير سنه 1954، وهي الابنه الكبرى لوالدها بين 6 بنات وولدين، وسميت على اسم جدتها ولكن كانوا بينادوها بميرفت، لكنها مع مرور الوقت شعرت بالتميز في اسمها. ولانها الكبيره بين اخواتها كان قدرها انها تشتغل في سوق الحضره بمحل البقاله مع والدها، ودامت الفتره الاكثر من 20 سنه، فدخلت وهي طفله لمساعده والدها وخرجت منه وهي شابه عمرها 24 سنه. وأثناء وجودها في السوق كانت تتابع شخصيات البيع وأهل المنطقة وتشوف طريقة كلامهم وتحفظ تفاصيل حياتهم، فتشبعت بعادات وطبائع المصريين في الأسواق الشعبية، فما عاشتش طفولة طبيعية لكن كانت تسليتها الوحيدة هي الضحك والفكاهة. وبجانب عملها مع والدها اهتمت بدراستها وتخرجت من كلية الفنون الجميلة، ولكنها شعرت إن موهبتها في الكلام وقدرتها على جذب انتباه اللي حواليها ممكن تستغلها في الإذاعة والتمثيل، فبدأت مشوارها الفني من خلال إذاعة الأسكندرية في فترة الثمانينات، وكانت ممثلة معتمدة في الإذاعة وحصلت وقتها على جوائز. وقدمت للإذاعة مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية أشهرهم من أرشيف المحاكم، والمسلسل كان بيستناه سكان منطقة الحضرة وفخورين بإنها بنت منطقتهم ومنحوها لقب كابتن رأفت. وخلال مشوارها الفني قدمت مجموعة من الأعمال المسرحية والإذاعية في الأسكندرية، وأثناء قيامها باختبارات الأداء للاحتراف لم تكن بتجهيز نص تؤديه، فاستعملت واحدة من حكاياتها الحقيقية ومن وقتها اتفتحت لها أبواب في عالم المسرح، وقدمت عروض مسرحية استوحتها من حياتها الشخصية وأعدها وأخرجها زوجها مصطفى درويش، وأطلقوا عليها حكاية بنت البقال. ولأن زوجها كان يؤمن بموهبتها فدعم سفرها للقاهرة، وقرر إن هو يعتني بأولادهم حسن وحبيبة اللي كانت خرجوا من الجامعة، واستضافتها صديقتها في منزلها وبدأت مشوارها في عالم الفن، وحاولت إنها تجتهد وتظهر موهبتها بخفة، واعتمدت إن كل دور بتقدمه يكون متواضع وبعيد كل البعد عن النمطية. وفي فترة قصيرة قدرت تظهر موهبتها وحازت على ثقة النقاد والجمهور، وشاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية منها البيوت أسرار، الميزان، وموجة حرة. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا أكتر عمل بتحبوه للفنانة عارفة عبد الرسول، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.